بعد ما شفنا بالفيديو السابق كيف انا بعمل اكليبر لرياكسون شيميك، اكيد هلا بعدنا عم نحكي بشابيتر رياكسون شيميك للكلاس سيكوند، واكيد هيدول فينا نستفيد منهم حتى لو كان كلاس باك سيونتيفيك او حتى ترمينال، لانه احيانا بيكون في ضعف بهذا الكونسبت اللي هلا نحن رح نحكي عنه. بدي اعرف هلا الشغل اللي كتير مهم هو افهم شو يعني كوفيسون ستيكيومتريك، وهيدا ليش مهم؟ مهم بعدين إذا أي شركة بدها تشتغل بدها تصنع منتج معين، بدها تعرف إذا هي بدها تصنع كمية معينة قدي بدها تحتاج كمية من الرياكتيف لتطلع عندها كمية معينة من البرودوي. رح نحكي عنه هلأ بالتفصيل كرمال تعرفوا المغزى من هيدا البارتي. كوفيسيون ستيكيومتري رح نحكي عن شيء اسمه أسبي كوانتيتاتيف، يعني بلشت أحكي هلأ عن كميات فعلية. سيكوا لستيكيومتري يعني أنا فيني أقول كوفيسيون، أوكي كوفيسيون رقم ضربت برقم معين، بس كيف بدير ستيكيومتري؟ رح ناخد هيدا الإكسامبل كتير بسيط. إذا أنا عندي أن لوتي دو طومات دو كونكومبر تروا رادي عم يعطونا أن بلات دو سلط، أوكي هيدا اللي بدي حطه أنا الباز اللي إلي وبدي أشتغل على أساسه. حطيت لكم إياه هون قدامكم، جيت قلت لكم طيب بلكي أنا مثلا رحت أخذت دو لوتي، أخذت مش دو كونكومبر، أخذت كاتر، أخذت كاتر طومات وأخذت سيس رادي، يعني من هون لهون أنا شو عم بعمل؟ عم دوبل الكمية صح؟ كم حيطلع عندي بلا؟ بكل بساطة حتجاوبوني انه حيطلع دو بلا، ليه؟ لانه دوبلت الكمية يعني حتدوبل البرودوي، كمية البرودوي. طيب حنكفي، رح اعطي اكزامبل تاني. هالمرة رح اخد مش ان لاتي، حاخد 20 يعني ضربتها بعشرين من هون لهون. الكونكومبر كان دو حطيته 40 يعني كمان ضربت بعشرين. دو طومات ضربتها بعشرين، صار انا هون مش 4 40. تروا لدي كمان حطيتها 60، وبالتالي أنا من هون لهون عم بضرب بعشرين. دونك كيف بعرف؟ بحط الفان سير آن حيطلع فان، كارونت سير دي حتطلع فان، كارونت سير دي حتطلع فان، سوسان سير تروا حتطلع فان. دونك أنا من هون لهون عم بضرب بفان. طيب كم حيطلع عندي بلا؟ إذا الخس الوحدة حتعطيني بلا واحد، يعني العشرين خس مع هالكمية هيدي اللي مضروبة بعشرين حتعطيني فان بلا دو سالات، يعني هاي نتيجة متوقعة. دونك هيدول النمبر اللي أنا عم بكتبهم هون العشرين والأربعين والأربعين والستين والعشرين، هيدول كوفيسون سميهم كوفيسون ستيكيومتريك. دونك بدلني قدي أنا عندي كمية من الرياكتيف، قدي اللي عم يتفاعلوا، قدي عم يعطوني كمية من البرودوي. دونك لنمبر دفون لكمبوزي أنديك لي كومبيان داتوم ودو مولوكيل بورتيسيبال رياكسون، يعني كم عندي مولوكيل، كم عندي أتوم عم تشارك بهيدي الرياكسيون، بالتالي بسميهم كوفيسيون ستيكيومتريك. هن بالاساس اسمهم كوفيسيون، بس لانه ستيكيومتريك هي رح نحكي عنها، هي عباره عن ريلاسيون دو بروبورسيوناليتي اونتر لي سبيس، يعني هي علاقه معينه، هي رابور هلا رح نتعلم نكتبه سوا بين قد ايه عندي رياكتيف وقد ايه حيطلع عندي برودوي. لا ستيكيومتري اي تان كالكول كي بيرميت داناليزي لي كونتيتي دو رياكتيف اي برودوي كي سون اون جي او كور دو رياكسيون شيميك. يعني اذا انا عندي رياكسيون شيميك جيت قلت انا بدي اعمل هلا مثل البلا اللي قبل، بدي أعمل ديس بلا، فأكيد إذا حدا بالبيت بصير يعرف أنه بده مثلا ديس لتي حسب الوصفة، يعني ممكن أنا أخذ أي وصفة أكل بدي أعملها، وصفة حلو بدي أعملها، شو ما كانت الوصفة هي الرسالة الأساسية، وبشوف قد أنا بحشت كمية وبصير دوبل، بدي أضرب أقول لا بدي هاي الدوبل اللي إلها. أوكي هاي هي ريلاسيون، يعني بصير أنا أتوقع لأحصل على هاي الكمية من البرودوي قدي بدي كمية من الرياكتيف، أو إذا معي هالقد كمية من الرياكتيف قدي عم بحصل على كمية من البرودوي. فأنا اللي بهمني أكيد نحن هون عم نحكي شيمية، ما رح أحكي عن بلا دي سالاد بالإكزام، رح أحكي عن رياكسون شيميك لأنه موضوعنا هو رياكسون شيميك. فأنا حكون حطيت لكم رياكسون شيميك وحتكون أنتوا عاملين لنا إكليبري اللي هني هيدول الـ A والـ B والـ C والـ D اللي أنا ضربت فيهم لتصير إكليبري. هيدول سميتهم قبل كوفيسيون، هلا بقلكن الـ A والـ B والـ C والـ D بسميهم كوفيسيون ستيكيومتريك، وهول كتير مهمين لأنه بيخلوني أكتب رابور بسميه رابور ستيكيومتريك. بيقول هيدا الرابور، هون بكون تركزوا منيح، الكونتيتي تبع الـ A على الكوفيسيون هيدا بيساوي الكونتيتي تبع الـ B على الكوفيسيون لهيدا اللي هو الـ B، بيساوي أنا عم أقول إيجال مش عم حط فلاش وكليس هلا بالرابور، الكونتيتي تبع الـ C على هيدا الرابور على هيدا السي ايجال كونتيتي تبع الدي على تي دي. طب شو يعني كونتيتي؟ انا هون ما عم بحكي خس وعبة بندور، عم بحكي كونتيتي دو ماتير، يعني عم بحكي نومبر دو مول. دونك النومبر دو مول تبع الا على الكوفيسيون اكيد اللي عم تتفاعل ايجال
نمبر دو مول تبع البي الكمية اللي أنا عندي إياها اللي عم تتفاعل الكوفيسون بي بتساوي نمبر دو مول للسي على الكوفيسون هو سي ونمبر دو مول للدي على الكوفيسون هو دي. هلأ ليش أنا هون حطيت رياجي؟ ليش حطيت حد البي رياجي بينما حد السي والدي حطيت فورمي؟ دونك نحن اتفقنا هي كونتيتي على كوفيسون، اوكي يعني كل واحد كميتها على الكوفيسون. رياجي لانهم هدول رياكتيف والاول بي بيتفاعلوا، فانا لازم احط حدهم رياجي، لازم، مش انه انا كرمال دلهم لا لازم تحطوها لهي. السي والدي هن برودوي فهن عم يتكونوا دونك فورمي. دونك هون بدي اكسون. دونك النمبر دو مول لسي فورمي على سي، النمبر دو مول لدي فورمي على دي. بالتالي هيك انا بكتب بكتب الرابور يكون مزبوط. هلا هذا الرابور شو بفيدني اذا انا معي ارقام حقيقيه؟ بفيدني اذا انا معي مثلا الكونتيتي للسي لهيدا اللي كنت عم بحكي لكم عنه، اذا انا معي كميه البرودوي اللي انا بدي صنعها معي السي، اكيد بيكون معي الا والبي والسي والدي منهم انكوني، معي الكميه اللي بدي صنعها، بقدر اخذ هيدا الرابور اللي انا بعرفه مع هيدا رابور مثلا وشوف قديش انا بدي كميه من البي، بدي قديش اشتري بالبي او اعمل رياكسون، او اخذ هيدا نفسه مع هيدا وشوف انا قديش فعلا بدي كميه من الأ، يعني انا بدي اشتري أ قديش بدي كميه، يعني بدي طلع بكون عندي هيدي كوني هي كوني هي كوني بطلع الان كوني. اكيد رح نشتغل ابلكيشن تتوضح الصوره. برينون لا رياكسون دو سانتيز دي لامونياك، مثلا معي هيدا الاكزومبل، وين هن الكوفيسون؟ هيدا هيدا كوفيسون، هيدا كوفيسون، وهيدا كوفيسون، بسميهم كوفيسون ستيكيومتريك. دونك الان والدي والتروا هن الكوفيسون ستيكيومتريك لهيدي الرياكسيون. شو معناتها؟ كل ام مول من الديازوت بتتفاعل مع تروا مول من الدي هيدروجين بور دوني لتعطيني دو مول من الان اش تروا، هي معناتها الرياكسيون اذا انا بدي اقراها. واذا بدي اكتب الرابور ستيكيومتري باخذ الان تبع الان دي على ان، لانه الكوفيسون هو ان. هلا اكيد انا ما راح اكتب لكم ام بالامتحان، انتم لازم تعرفوا انه الام بتنكتب اصلا، يعني هي ان ايجال نمبر دو مول للاش 2 على الكوفيسون اللي هو 3 ايجال نمبر دو مول للان اش 3 على الكوفيسون ايجال 2. بس تكتبوهم بتيجوا بتحطوا حد الان 2 رياجي، حد الاش 2 رياجي، وحد الان اش 3 فورمي، بيكون هيك شكل الرابور مزبوط. كيف بيجي السؤال؟ مثلا اذا انا معي هون نمبر دو مول للان اش 3 فورمي هو 6 مول، يعني انا بدي صنع امونياك هلا كمية 6 مول، اوكي يعني هيدا الرقم انا معي 6 مول تمام. وشو قال لي قد ايه كميه الاندو اللي بتحتاجيها؟ اوكي رحنا على مصنع قلنا له انا فاتحه مصنع بدي صنع 6 مول من الان اشترو، بدي اروح احط قد ايه اندو، قد ايه بدي احط اشترو، بدي اعرفهم لهدول. فانا بكتب الرابور وباخذ هيدا الرابور اللي انا بعرفه مع هيدا، شوف كان في انكوني في بس هيدا انكوني، هيدول كلهم بعرفهم، فبحط الان للان 2 على ان ايجال ان للان اش 3 على 2. دونك حطيتها، دونك هاي قلنا بعرفها هي 6، وبالتالي كيف بدي اجيب النمبر دو مول للان دي؟ اكيد بتحطوا هيدي الميثود، بتحطوا مثلا هلا فينا دغري نشتغلها، بس انا لوضحها كيف جبتها، حطيت 2 ان للان دي واكيد بنحط رياجي ايجال نمبر دو مول تبع لان اشتروها. شو بدي ارجع اعمل؟ اكيد ان اشتروها فوق فرح احطها ان اشتروها. انا بدي نمبر دو مول للان دي، يعني ما بدي الدي تكون هون، بدي اخدها لهون. شو بتصير؟ بتصير ديفيز، بتصير على، يعني سيس سير دي حيطلع معي تروا مول. هاي عرفت انا بكون بالاول قدي في عندي كمية الأندو. طب كيف بدي أعرف الأشتو؟ بنفس الطريقة كمان أنا هيدا بعرفها هي سيس، يعني سيس سير دي إيجال نمبر دي مول للأشتو على تروا. أنا ماخدي هول من الربور، باخد اللي بعرفها مع اللي ما بعرفها، دونك بدي أجيب هاي. فهي إذا لأجيب هاي بكل بساطة بخليها هون على جنب، وباخد التروا اللي كانت تحت بحطها وين؟ بحطها فوق، يعني بتصير هي تروا فوا سيس سير دي، بيطلع معي شو؟ نومر دو مول تبع الاشتو اللي انا بدي اياها، اللي بتطلع معي ناف مول. بالتالي بكون بهيدي الطريقه عرفت قد ايه بدي اشتو وقد ايه بدي اندي، وهيدا هو الهدف من الريلاسيون ستيكيومتريك. هيدا فيكم تشتغلوا توقفوا الفيديو هون وتشتغلوا
وتشوفوا اذا انتم معكم نمبر دو ولا الاش دو رياجي. نفس الرابور انا عم اشتغل عليه، بس المره اعطاني قد ايه كميه الاش دو. لنفترض هذا المعمل عنده نف مول من الاش دو رياجي اللي بدي احطها، بدي اشوف قد ايه بدي احتاج ان دو وقد ايه حيطلع معي ان اش دو. نفس الشيء راح اخذ اول شيء بكون جيبوا النمبر دو مول للان دو، فبتاخذوا هاي دول مع بعض، بعدين بتاخذوا هاي وهي. فيكم توقفوا الفيديو وتشتغلوها وترجعوا تمشوا الفيديو وتتاكدوا اذا جوابكم صحيح. نمبر دو مول للان دو مثل ما قلت، اذا انا بدي اخذ هيدا، هاي اللي انا بدي اياها راح خليها هون وراح طلع الان لفوق لانه هي كانت ديفيز، يعني ان فوا نفس سير تروا حتطلع معي تروا. طيب اذا بدي اجي اخذ هلا تاني وحده اللي هي النمبر دو مول للان اش تروا اللي انا بدي اجيبها حاليا، طب كمان باخذها مع اللي انا بعرفها، يعني انا عم باخذ هولي اوكي، فهاي اللي انا بدي اياها. بهاي الحاله الدو اللي تحت هي اللي بدي اطلعها لهون، يعني بصير دو فوا نوف سير تروا حيطلع معي نمبر دو مول ايجال 6. هيك بتتاكدوا انه جوابكم هو مظبوط. دونك هن عبارة عن ريلاسيون ستيكيومتريك عم بيساعدوني لأقدر أنا أتوقع قد إيه بدي رياكتيف وقد إيه برودو، كتير مهم وكتير مهم تكتبوا رياجي وفورمي. طيب هيدا الرابور، هيدا الإكواسيون بس لتتعودوا تكتبوا رابور. يعني مثلا إذا بديش أكتب الرابور، قلت أنا كيف بكتب الرابور؟ بحط النمبر دو مول على كوفيسيون، يعني بيجي لهون أنا عندي السوفر بحط نمبر دو مول للسوفر قد إيه الكوفيسيون الرقم اللي قدامه. هلا انتبهوا هيدي إكليبري تمام، والا اذا منا اكليبري ما فيني اشتغلها، يعني وحده اس وحده اس دو او دو، عشان هيك عم بشتغلها. دونك النمبر دو مول للاس على بحط ايجال، انتبهوا ما تحطوا بليز، تحطوا ايجال. تاني وحده هي الاودي، بحط نمبر دو مول تبع الاودي كمان على الكوفيسيون قد ايه في قدامه، مش الانديس، الكوفيسيون اللي هو هون هو ان، بحطها على ايجال. بالنسبة لهاي نمبر دو مول للاس او دي، دونك الان للاس او دي على الكوفيسيون اللي قدامها كمان، كمان ثابت انه هون كلهم على، بس انا لازم اكتبه بهذا الفورم لو كانوا ان. هلا هيدا لحد هلا منه مزبوط 100%، شو لازم زيد؟ بدي اكتب حد النمبر دو مول للسوفر، بدي اكتب كلمة رياجي، بدي احط نفس الشيء للاو دي، يعني كمان حد الاودي بكون تكتبه رياجي. وهون شو بدي احط؟ بدي احط فورمي، وهيك بكون انا كتبته بطريقه مظبوطه. دونك هيدا الرابور اللي انا كتبته فوق مزبط هون مرتب بهذا الشكل. نفس الشيء هيدي الاكواسيون، دونك بدي احط النمبر دو مول للسي اش 4 على الكوفيسيون اللي هو 1 ايجال نمبر دو مول للاو 2 على الكوفيسيون اللي هي 2 إيجال نمبر دو مول للسي او دي على الكوفيسيون هو 1، نمبر دو مول للاش دو زو على الكوفيسيون هو 2. بس اكتبهم لهدول، بحط حد هاي رياجي، حد هيدي رياجي، مثل ما شفنا هاي رياجي، هيدي حطيت حد رياجي، السي او دي هي فورمي والاش دو زو هي فورمي، وبالتالي هيدا الرابور هو اللي بقدر من خلاله استخدمه يعطيني وحده وانا اتوقع الباقي. فيكم انتم هلا تحطوا على الورقه مثلا نمبر دو مول للاش دو زو هي 10 اكزامبل، وتطلعوا هاي وهاي وهاي. فيكم تشتغلوا اللي بدكم اياه، تحطوا رقم لوحده منهم وتطلعوا الباقي. اكيد انا بدي يكون معي وحده واخذ الرابور المناسب، مثلا اذا حطيتوا الاش دو زو هو 10 فيكم تاخذوا هاي مع هاي وتطلعوا السي او دي، ترجعوا تاخذوا هيدا مع هيدا وتطلعوا الاودي انسي دي سوي. هون بتنتبهوا للكالكيل، كيف عم تعملوا كالكيل يكون بطريقه مظبوطه. دونك لحد هلا حكينا عن كوفيسيون ستيكيومتري، بالفيديو الجاي حاحكي عن شيء اسمه ميلونج ستيكيومتريك ونون ستيكيومتريك. هيدا الفيديو عيدوه مره واثنين وحاولوا حتى الاكواسيون اللي نحن ديجا عملنا لهم اكليبر اشتغلوا لهم، اكتبوا لهم الرابور ستيكيومتري بطريقه مظبوطه، لانه هيدا الباز للفيديو اللي راح يجي بعده.